في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه عن البرونزية وبنتكلم فيه عن العالمية وبنتكلم فيه ان النادي الاهلي بيمثل القارة الافريقية وبيمثل مصر طبعا في هذه البطولة العالمية لكل العالم هيتابعها خلال الفترة اللي جاية، بلاقي تصريحات طالعة غريبة جدا الحقيقة، وهي تصريحات خاصة ببعض من لا يشجع النادي الاهلي. بعض من لا يشجع النادي الاهلي طالعين يقول لك ايه، اصل النادي الاهلي جايب صفقات ب 20 وب 30 مليون وما عملتش حاجه. انا متاكد ان ده تاثير القضيه، عارفين القضيه الكره وهي جايه وشاطها ودخل الجون، عارفين الكلام ده كويس ولا مش عارفينه؟ انا متاكد ان ده تاثير، لسه التاثير واضح لغايه دلوقتي. هو حضرتك بص في ورقتك، خليك باصص في ورقتك، ما تبصش في ورقه غيرك ابدا. احنا عمرنا ما بنتكلم على حد، وعمرنا ما بنشوف او بنبص على حد، احنا دايما بنبص على فرقتنا. لو فرقتنا وحشه بنحاول نحسنها، لو فرقتنا كويسه بنحاول نخليها احسن واحسن واحسن. ولكن كل التصريحات اللي حضراتكم بتقولوها، بعض من لا يشجع النادي الاهلي طبعا، كل التصريحات اللي انتم بتقولوها وبتعملوها لن تستطيع، انا عارف ان انت عايز تغلوش على فرحه جمهور النادي الاهلي بفريقه في كاس العالم للانديه، ولكن مش هتعرف تعمل كده، صدقني حضرتك مش هتعرف تعمل كده، لان احنا مش هننجر لهذه المشاكل ولا هننجر لهذه اللغوشه. احنا هنفكر في شيء واحد بس، ان ربنا يكرمنا ان شاء الله في اولى المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي، ونشوف بقى عايزين نوصل ان شاء الله لبعد كده كمان، عايزين نوصل ان احنا يعالم ايه اللي ممكن يحصل في هذه البطوله. هو ده اللي احنا هنفكر فيه بالمناسبه.